شركة عرب جروب معدات مزارع الدواجن. ده نبل 360 درجة، نبل تركي، بلاستيك قلب ستانلس، بلاستيك قلب ستانلس. ده نبل صيني 180 درجة، ده نبل صيني 180 درجة. ده نبل روكسل بلجيكي استانلس طبعا. ده كب جنب واحد، ده كب جنب واحد، ده برضو كب جنب واحد، ده شغل مستورد. ده كب اتنين جنب مستورد تركي زي ما احنا شايفين، بيور طبعا. ده كب جنب واحد بيشتغل على ماسورة مدورة وماسورة مربعة مستورد. ده كب مصري، ده السيفون، ده السيفون طبعا، دي الوصلة اللي بتبقى بين الماسورتين طبعا. دي الماسورة اهي فيها الكب التركي او كب تركي 360 درجة، وطبعا في مواسير جاهزة وفي مواسير من غير نبل. شركة عرب جروب معدات مزارع الدواجن.